القضيه ديال توقيع الكتاب هو من بعد ما الاخوان الاستشاره ديال الاخوان ديال النادي على كونهم ان ندير واحد الحوار مفتوح ونتلاقاو مع بعض الاخوان ووقعنا بعض الاصدارات ديالي والحمد لله كانت الجلسه جد جميله وجد حميميه مع بعض الاخوان والاصدقاء في الميدان والحمد لله على الامور كلها دازت بخير وعلى خير نتمنى على ان نتشوفوا في لقاءات اخرى ان شاء الله بطبيعه الحال لانه الحمد لله على ان لكل زمان رجاله احنا دابا الان الساحه الحمد لله مليئه بالطاقات طاقات واعده وشباب اليوم خريجين ديال المعهد وهم حاملين المشعل بكل ثقه وبكل مصداقيه والحمد لله لانه احنا بعد ما الحمد لله ان الكم المسرحي كاين ومن بعد ما تيكون الكم كيولي عاد كيكون الكيف الحمد لله على اننا كاين الخلف ان شاء الله بحول الله. بحكم الصداقه ديالك والقرابه ديالك من محمد الغاوي شنو كتقول عليه كفنان والاخوه ديالك؟ هذا موضوع عائلي ونتمنى انني ما نهضرش فيه. مسائل خاصها تحسن لان هذا الشيء تعطى اكثر من حقه بصراحه. النصيحه انا ما عندي باش غادي ننصحهم ما نكذبش عليك هذا الشيء خصو يبقى بيناتهم حتى وصافي هذا اللي غيمكن لي نقول لك انايا.